جون 2013 بيبر 3 فاريانت 1، والسؤال التاسع معاكم بي وسي. تعالوا نشوف، بيقول لي state the potential difference across each lamp when lit. هي بكل بساطة التوصيلة زي ما احنا شايفينها يا أولاد parallel، التوصيلة دي parallel، ده parallel وده parallel، كلهم parallel. إذن بكل بساطة هتكون ال potential difference لأي لمبة 12 فولت، لأن فولتج البطارية. تمام؟ طيب calculate the current in each 12 ohm lamp when lit. تعالوا نرجع لرسمتنا. هي دي الحالة اللي اتفقنا عليها، ال 12 ohm lamp منورين، تمام؟ لما بتكون عند position 2. يبقى أنا ممكن بكل بساطة عشان أسهل عليا رسمتي وأسهل عليا حسبتي، هعتبر وكأن دول أصلا مش موجودين. أهو إلغيهم خلاص، دول مش موجودين عندي في الـ في الـ في, الـ في الرسمة أهي أهي كده أهو. شكرا. بره حساباتي خلاص، بره، مش عايزه. الرسمة أهي. تمام؟ طيب فبيقول لي ممكن تقول لي لو سمحت الكرنت في ال 12 اوم لامب بكام؟ في الواحده فيهم، هو مش بيتكلم على الاثنين مع بعض، هو بيتكلم على الواحده. والله انا شايف ان دي ار ب 12 اوم والفي بتاعتها ب 12 فولت، يبقى هقول له والله اهو في ايكوالز اي ار، يعني اي ايكوالز في اوفر ار، الفي ب 12 والار 12 فولت والار ب 12 اوم، يبقى هيطلع لي 1 امبير. طبعا لو عايز تحترم السيجنيفيكنت فيرز قول له 1.0، لان دي 2 سيجنيفيكنت فيرز و2 سيجنيفيكنت فيرز. بس انا بفكر حضرتك قبل 2013 ما كانش بيهتم بتاتا بموضوع السيجنيفيكنت فيرز ده الا نادرا يعني. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي show with reasons for your answer which type of lamp 4 اوم ولا 12 اوم has the higher power. والله احنا ممكن نحسبها. تعالوا في الرسمة بتاعتنا. دلوقتي انا معايا الار ومعايا الفي، صح ولا لا؟ طب تعالوا نحسبها كده. انا عندي الباور يا ولاد، تعالوا بس نقول كلمة كده صغيرة هنا، الباور ايكوالز سوري الباور ايكوالز اي سكوير ار، وكمان ايكوالز في سكوير اوفر ار. تمام؟ اي سكوير ار وفي سكوير اوفر. بس انا مش هستخدم دي ليه؟ لان انا معيش الكرنت، انا مش معايا الكرنت هنا. انا معاك ان انا ممكن احسبه، بس بقى موال وليه وجع الدماغ؟ طب ما انا معايا الفولتج. تمام؟ فتعال نجرب كده. والله انا هقول له بي ايكوالز في سكوير اوفر ار. تمام؟ تعالوا نحسبها فور الاربعة اوم. فور الاربعة اوم يبقى 12 فولت سكوير، 12 فولت سكوير، ما ينفعش نكتبها كده، ولا نكتبها بقى فولت سكوير بقى، 12 سكوير على 4. 12 سكوير على 4 يعني 140 على 4 يعني 36 واط. طيب 4 ال 12 اوم برضو بي ايكوالز في سكوير اوفر ار، يعني 12 سكوير على 12 ودي معناها 12 واط. الله الله الله، تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. الريزيستنس الصغيره معاها باور كبير، والريزيستنس الكبيره معاها باور ايه؟ صغير. يبقى show with reason for your answer which type of lamp. هنقول له 4 ohm lamp. ال 4 ohm lamp هي اللي عندها higher ايه؟ higher power، وده الريزن. بس احنا جبنا له الريزن الاول. اذا من الواضح لو اللمبات parallel والفولتج equal، يبقى الريزيستنس الصغير هو اللي معاه power كتير. تمام؟ ده ليه يا اولاد؟ ده لان الفولتج equal. اذا الكلام ده لا ينطبق الا على البارالل او الحاجات اللي الفولتج فيها ايكوال. يبقى as long as ان الفولتج ايكوال، كل ما الريزيستنس كانت صغيره كل ما الباور كان ايه؟ كل ما الباور كان كبير. تمام ولا مش تمام؟ تمام. على فكره احنا ممكن نعملها كده على جنب. لو انا قلت لك مش بي ايكوالز في سكوير اوفر ار، يبقى طول ما الفولتج كونستنت كل ما قلت الريزيستنس كل ما زادت الباور. بس ده امتى؟ لازم الفولتج يكون كونستنت معايا. يبقى دي هي اجابه هذا السؤال. الماركسكين مدي كذا اجابه بكذا طريقه. ممكن لو حضرتك عايز تحسبها بقى، عايز تحسب الكرنت براحتك في كل لمبه وبعدين تحسبها اي سكوير ار، هتطلع نفس الاجابه. احنا حسبناها في سكوير اوفر ار، ف 12 سكوير على 4 ايكوال 36 واط، و 12 سكوير على 12 ايكوال 12 واط. يبقى خلاص الايه فهمنا ايه الاجابه. تمام؟ ممكن تقول لي بي ايكوال في سكوير اوفر ار. تمام؟ فبالتالي فور سيم في، كل ما الهاي كل ما الريزيستنس كانت لو كل ما الباور كان ايه
كان هاي. دي إجابة السؤال 9C جون 2013 بيبر 3 فاريانت 1، وكمان جاوبنا معاها B.